أيها الأحبة، رسالة أوجهها لمن يصلي صلاة ويترك صلاة، رسالة أوجهها لمن يصلي من الجمعة إلى الجمعة، رسالة أوجهها لمن لا يعرف الله جل وعلا إلا في رمضان. تارك الصلاة، اسمع يا تارك الصلاة، تارك الصلاة عدو لله وعدو لرسول الله وعدو لأولياء الله، تارك الصلاة محارب لمنهج الله، تارك الصلاة تتضرر منه الكائنات والعجموات، تتضرر النملة في جحرها من تارك الصلاة، وتلعنه الحيتان في الماء لأنه ترك الصلاة. تارك الصلاة مغضوب عليه في الأرض، مغضوب عليه في السماء. تارك الصلاة نقض الميثاق وتبرأ من عهد الله وخرج من الملة. تارك الصلاة يقف يوم العرض الأكبر ولا حجة له عند الله. تارك الصلاة خان الله وخان الرسول. اسمع يا تارك الصلاة، تارك الصلاة لا يجالس ولا يؤكل ولا يشارب ولا يصدق ولا يؤتمن ولا يرافق ولا يزوج ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يقبر في مقابر المسلمين. تارك الصلاة بالعربي الفصيح، تارك الصلاة مكبوت وعلى غير الإسلام يموت. فالله